أي سؤال قبل ما نبدأ يا شباب؟ الله يسلمك. إحنا توقفنا عند المحاضرة الـ 15 صح؟ المفروض دلوقتي نبدأ في المحاضرة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآن لقاء واحد في الأسبوع. في المحاضرة رقم 16 يتبع فيها اتخاذ القرارات في قرار خاص عفوا باستخدام الموارد النادرة. كلمة استخدام الموارد النادرة يعني معناها مورد بيكون كمية المتاحة منه قيمتها أو كميتها بسيطة، ما بقدرش أدبر احتياجاتي الكاملة منها، فبالتالي أنا عايز أن أستخدمها في إنتاج المنتج اللي هيطلع لي أو اللي هيخليني أحصل على أعلى عائد من استخدام هذا المورد. ده بيقول عليها الموارد النادرة. يعني مثلا لو أنا بشتغل في مكان معين وبعد الظهر عايز إن أنا أشتغل في مكان آخر، يعني بيقول طب أنت عندك بعد الظهر كام ساعة ممكن تشتغل فيهم؟ أقول لك مثلا عندي 3 ساعات. طب ال3 ساعات دول في وظيفة في مكتب محاسبة بيقول لي هتاخد من عندنا 50 ريال في الساعة، وفي مكان تاني بيقول لي هتاخد 100 ريال في الساعة. الساعات عندي ديت هي المورد النادر، وبالتالي إن أنا عايز أعظم العائد بتاعي لكل ساعة. عايز أعظم العائد بتاعي لكل ساعة، وبالتالي أختار الوظيفة اللي هتدي لي أعلى عائد في الساعة. طب شوفوا المثال ده كده، تنتج إحدى الشركات منتجين، شركة بتنتج منتجين سين وصاد، والآتي بيانات التكاليف والإيرادات الخاصة بكل منهم. المطلوب تحت تحديد أي المنتجات تفضل الشركة إنتاجها في ضوء توافر قدر محدود من ساعات التشغيل. يبقى الشركة عندها قدر محدود من ساعات التشغيل اللي بيحتاجها المنتج سين والمنتج صاد. فبيقول لي هنا الأولوية في إنتاج هل أنتج سين ولا أنتج صاد، علما بأن عدد الساعات محدود. طيب لما أجي آخد البيانات اللي هيداني، سعر بيع الوحدة من المنتج سين 20 ريال والمنتج صاد 30 ريال. التكلفة المتغيرة للوحدة من المنتج سين 10 ريال ومن المنتج صاد 21 ريال. إذا هامش المساهمة للوحدة من المنتج سين 20 ناقص 10 يبقى 10 ريال، ومن المنتج صاد 30 ناقص 21 يبقى 9 ريال. طيب الزمن اللازم لإنتاج الوحدة، يعني إحنا قلنا هنا لو على أساس هامش المساهمة واخترت اللي هيكسبني اكبر عائد مساهمه للوحده يبقى اختار المنتج سي. لكن تعالوا بقى نشوف كده بمعلوميه ان في مورد نادر. طب يقول لي هنا الزمن اللازم لانتاج الوحده من سين، كل وحده من سين بتحتاج مني 2 دقيقة، وكل وحده من صاد بتحتاج 1 دقيقة. طب خليكم بقى معايا كده، الوحده الواحده من سين بتكسبني 10 ريال بس بتحتاج مني شغل 2 دقيقة، يبقى الدقيقة الواحدة في اللي أنا هستغرقها في إنتاج المنتج سين هتكسبني كام؟ يبقى 10 على 2، يبقى كل دقيقة بستخدمها في إنتاج المنتج سين مكسبها 5 ريال. تمام. طب المنتج صاد، كل دقيقة في المنتج صاد هتكسبني ها كام؟ اخد بقى 9 ريال على الدقيقة يبقى 9 ريال. تمام. يبقى في الحالة دي مين اللي له الأولوية في الإنتاج؟ اللي بيكسبني 5 ريال عن كل دقيقة ولا بيكسبني 9 ريال؟ أكيد اللي بيكسبني 9 ريال اللي هو المنتج صاد. طيب مثال تاني، وتنتج شركة الإخلاص 3 منتجات ألف وباء وجيم،
وفي مال التكاليف المتغيرة وسعر البيع وهامش المساهمة لكل واحدة من المنتجات الثلاثة. المنتج ألف سعر بيعه 180 ريال، المنتج باء سعر بيعه 270 ريال، المنتج جيم سعر بيعه 240 ريال. طب التكاليف المتغيرة، قال لي في مواد مباشرة ومواصفات متغيرة أخرى للمنتج ألف 24 و102، أدي كده 126. من إجمالي 180 يبقى هامش المساهمة للوحدة 54 ريال، يبقى المنتج ألف بيكسبني كل وحدة فيه 54 ريال. طب المنتج باء، المنتج باء تكلفته المتغيرة 72 والمتغيرة الأخرى 90، يعني 162. من إجمالي سعر 270 ألاقي هامش المساهمة 108. طيب المنتج ج سعر بيعه 240، مواد مباشرة 32، مصروفات متغيرة أخرى 148، إجماليهم 180 من 240، يبقى معنى كده هامش المساهمة من جيل 60. الجدول معطى وكل الحاجات دي موجودة في معطى. طب كمان نسبة هامش المساهمة، لو خدت هامش المساهمة قسمته على سعر البيع 30% للمنتجات، ولو خدت هامش المساهمة قسمته على سعر البيع باء يدينا 40% نسبة هامش المساهمة الباء، ولو جيم 25% يبقى دي نسبة هامش المساهمة. طب ايه كمان بقى من دول؟ كل ده معطى. تستخدم الشركة نفس المادة الخام في صنع المنتجات الثلاثة، يبقى الشركة بتستخدم نفس المادة الخام في صنع الثلاث منتجات، وعندها 5000 كيلو جرام من المواد. الشركة عندها 5000 كيلو جرام من المواد، ولا يمكنها الحصول على كمية أخرى إضافية من المواد، ما تقدرش تجيب أي كمية إضافية من المواد بسبب بعض المشاكل لدى مصنع المورد. وتحاول الإدارة اتخاذ قرار أي المنتجات تقوم بالتركيز عليها لاستيفاء الطلبيات المتأخرة، وتكلفة الكيلو من المادة الخام 8 ريال. خليكم بقى معايا، المواد الخام هي العنصر النادر، وما اقدرش ادبر اكتر من 5000 كيلو، والمنتج الف والمنتج باء والمنتج ج بيستخدموا نفس النوع من المواد الخام. انا عايز اعرف الاولويه دلوقتي في انتاج مين. طب علما بان سعر الكيلو من المواد الخام 8 ريال، سعر الكيلو من المواد الخام 8 ريال، يبقى هل انتج مين الاولويه في انتاج مين؟ ناخدها كده واحده واحده مع بعض. المفروض بيكون في ذهني الاولويه في انتاج المنتج اللي هيكسبني اكتر ريالات لكل كيلو، اكتر ريالات لكل كيلو، يبقى اللي هيكسبني اكتر ريالات لكل كيلو هو ده المنتج اللي انا هشتغل عليه. لا مش باك، باء هنا يا جماعة هي عبارة عن ايه؟ باء بيكسبني 108 للوحدة، وده بيكسبني ألف 54 للوحدة، وجيم بيكسبني 60 للوحدة. أنا عايز أعرف بقى مش ربحية الوحدة، أنا عايز أعرف ربحية الكيلو، الكيلو الواحد ربحيته كام؟ يبقى أنا عايز أعرف ربحية الكيلو مش ربحية الوحدة. يبقى انا عايز اعرف هنا ربحية الكيلو وليس ربحية الوحدة. يبقى لازم اجيب هو المنتج الف بيحتاج كام كيلو، والمنتج باء بيحتاج كام كيلو للوحدة، والمنتج ج بيحتاج كام كيلو للوحدة. يبقى هنا لازم اعرف كل منتج من دول الوحدة منه بتحتاج كام كيلو. طب سهلة ازاي؟ واحد واحد كده مع بعض. هو المواد المباشرة للوحدة الواحدة من ألف بكام ريال؟ بأربعة وعشرين. طب ما هو الكيلو الواحد بتمانية ريال، يبقى الأربعة وعشرين ريال دولت المواد الخام يعملوا كام كيلو؟ هناخد الأربعة وعشرين على التمانية يطلع تلاتة كيلو، تمام. تاني
انا الكيلو في السوق بكام؟ ب 8 ريال، والمنتج الف بيحتاج 24 ريال مواد مباشر. طب ال 24 ريال مواد دول يعملوا كم كيلو؟ يبقى 24 على سعر الكيلو 8 يبقى 3 كيلو. طب المنتج باء المواد المباشرة فيه 72 والكيلو ب 8، يبقى الوحدة من باء بتحتاج كم كيلو؟ يبقى ناخد على طول ال 72 تقسيم ال 8 يعني تمام 9 كيلو. برافو عليكم. طب المنتج جي الوحدة فيه بتحتاج 32 ريال مواد مباشرة والكيلو ب 8 يبقى 4 كيلو. طيب ممتازين. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا قدرت احدد كل منتج من المنتجات الثلاثة الوحدة منه بتحتاج كام كيلو مواد خام. كام كيلو مواد خام؟ طيب تعالوا بقى كده نشوفها مع بعض تناول. ده اللي احنا عملناه. الوحدة من ألف بتحتاج مني 8-3 كيلو، ومن باء بتحتاج 9 كيلو، ومن جيم 4 كيلو. طيب الخطوة الثانية عايز أعرف كل كيلو هستخدمه في ألف هيكسبني كام، وكل كيلو هستخدمه في باء هيكسبني كام، وكل كيلو هستخدمه في جيم هيكسبني كام. سهل جدا. أعمل إيه؟ أشوف الأول هو في ألف الوحدة بتكسبني كام؟ 54 ريال، وباء 108 ريال، وجيم 60 ريال. اخد مكسب الوحدة على عدد الكيلوات بتاعتها. يعني المنتج الف مكسبي الوحدة بتكسبني 54 والوحدة بتحتاج 3 كيلو، يبقى لو خدت ال 54 قسمتها على 3 يبقى كل وحدة مكسبي فيها 18 ريال. المنتج ب بيكسبني الوحدة 108، الوحدة بتكسبني 108، هقسمها على 9 كيلو يبقى الكيلو الواحد من باء بيكسبني 12 ريال. طب المنتج ج الوحدة بيكسبني فيه 60 ريال، وهو بيحتاج كم كيلو؟ بيحتاج 4 كيلو، يبقى الكيلو الواحد مكسبه كام؟ 60 تقسيم 4 بتساوي 15 ريال لكل كيلو، 15 ريال لكل كيلو. يبقى ده المكسب بتاع كل كيلو. طيب يبقى هنا الأولوية، أبقى أفضل حاجة أنتجها في البداية مين؟ أفضل حاجة ألف، لأن كل كيلو من ألف، كل كيلو مواد خام يستخدم في إنتاج ألف بيكسبني 18 ريال. وبعدها المنتج جيم، لأن كل كيلو مواد خام بيستخدم في إنتاج جيم بيكسبني 15 ريال. وبعد كده المنتج جي منتج باء، لان كل كيلو مواد خام مستخدمه في انتاج باء مكسبها 12 ريال. يبقى الاولويه في انتاج الف ثم جيم ثم باء. طيب كان في سؤال، كان في مطلوب تاني. ايه المطلوب التاني؟ بيقول لي هنا يمكن لأحد الموردين الأجانب توريد كميات إضافية من المواد الخام بزيادة عن السعر المعتاد، وبفرض موجود طلبيات لم تتمكن الشركة من تنفيذها، فما أعلى سعر تقبل الشركة دفعه مقابل الكيلو الواحد الإضافي من المواد الخام؟ تاني، الشركة دلوقتي بتشتري المواد الخام الكيلو ب 8 ريال. قول طيب هم دلوقتي يقدروا يشتروا كمية إضافية من أحد الموردين أجانب، أقصى سعر يقدروا يدفعوه في كل كيلو كام؟ بنقول والله أقصى سعر يقدروا يدفعوه هو المكسب اللي بيجيلي من الأعلى منتج. أعلى منتج عندي هنا بيكسبني الكيلو كام؟ 18. يبقى أعلى سعر إن أنا أقدر أوصل له 18 ريال.
أعلى سعر أقدر أوصل له للكيلو 18 ريال. تمام كده. تاني الفقرة الأخيرة بيقول لي دلوقتي إن كمية الموارد المحدودة اللي عندك، المواد الخام خلاص هنستخدمها في إنتاج ألف ثم جيم ثم باء، وبشتري الكيلو المحدود ده ب 8 ريال. قال لي طيب لو أنت دلوقتي قدامك فرصة تشتري كمية إضافية من المواد الخام، أعلى سعر توافق تدفعه للكيلو كام؟ أعلى سعر تقدر تدفعه للكيلو من المواد الخام كام؟ اقول والله اعلى سعر اقدر ادفعه هو السعر اللي هو اعلى مكسب بكسبه من الكيلو في اعلى منتج. اعلى منتج احنا وصلنا له هنا الكيلو بيكسبني فيه 18، يبقى اقصى سعر اقدر ادفعه في المنتج او في المواد الخام هو ال 18، اعلى سعر اللي هو ال 18. تمام. طيب في برضو موضوع ثاني اسمه إدارة القيود. إدارة القيود يعني معناها الشركة لما تيجي أو إدارة الشركة المفروض الشركة تركز على إدارة القيود. يعني إيه إدارة القيود؟ يعني تركز على المشكلة اللي موجودة وتحلها، يعني ما تركزش في كل كبيرة وصغيرة موجودة في الشركة، تركز فقط وما تتدخلش الإدارة العليا في كل كبيرة وصغيرة، لكن تركز فقط على المشاكل وإزاي تقدر تحلها. تركز فقط على المشاكل وتقول إزاي إنها تقدر تحلها. ده بنقول إيه؟ طبعا عشان تخفض التكلفة وغيره. ويعني معناها انها ازاي تحل او تقضي على الاختناقات او المشاكل اللي ممكن تحصل في عند الشركه، او المشاكل اللي ممكن تحصل عند الشركه. ده بيقول عليها اداره القيود. في المحاضره ال 17 بيتكلم عن مفهوم ايضا جديد اسمه المنتجات المشتركه. يعني ايه منتجات مشتركه؟ يعني منتجات اشتركت كلها في عنصر انتاج واحد، يعني في كذا منتج طلعوا من استخدام نفس المادة الخام. يعني مثلا في صناعة تصنيع الحديد على سبيل المثال، ينتج مادة، يعني يطلع مادة خام وهي الحديد. الحديد الخام ده بيستخدم في العديد من المخرجات زي المنشآت، المنشآت اللي بتستخدم الحديد ده في اكتر من منتج ديت بتكون عندها مشكله في توزيع تكلفه المنتج او عنصر الماده الخام المشترك ما بين المنتجات. ازاي؟ النفط. تمام. النفط برضه يعتبر بالنسبة لي بيشترك كلهم في تكلفة استخراج وتكلفة تنقيب، وبعد كده بيطلع عدد من المنتجات المختلفة، وبناء عليها بنقول نوزع ازاي التكلفة دي اللي هي التكلفة المشتركة. تمام. نفط والغاز كل الكلام ده. طيب لازم اعرف ثلاث مصطلحات رئيسية. المصطلح الاولاني في حاجة اسمها المنتجات المشتركة. المنتجات المشتركة عبارة عن منتجين أو أكثر بيتم إنتاجهم من عنصر تكلفة أو عنصر مدخلات واحد. يبقى المنتج المشترك منتجين أو أكثر يشتركوا في عنصر أو تكلفة واحد. تكاليف المنتجات المشتركة هي التكاليف اللي بتحدث على المادة الخام حتى تنفصل إلى المنتجات المشتركة المتعددة، بنسميها نقطة الانفصال. يبقى تكاليف المنتجات المشتركة هي التكاليف اللي بتحدث على المادة الخام
حتى تنفصل المادة الخام إلى المنتجات المشتركة. أول ما يطلع من عندي بقى عدة منتجات دي بقول عليها نقطة الانفصال. إذا نقطة الانفصال هي النقطة اللي هي بالعملية الصناعية أو الإنتاجية اللي بيعبر عندها أو بيعبر عندها المنتج أو يعتبر المنتج عندها منتج منفصل. عند النقطة دي بتكون كل المنتجات جاهزة للبيع للعملاء أو للمستهلكين، سواء كان المنتج بيحتاج تكلفة إضافية أم لا. في مصطلح مهم جدا بيستخدموه المحاسبة الإدارية وهو تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة. تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة يعني ايه؟ يعني بيكون عندي بيانات التكاليف. لما يجي يسألني بقى تكلفة الوحدة كام، اقول له والله على حسب. يعني على حسب، هو انت عايز التكلفة في ايه؟ يبقى على حسب انت عايز التكلفة في ايه اقول لك التكلفة المناسبة للغرض بتاعك ده ايه. يعني مثلا بيقول هنا تقوم شركة التمانين بتصنيع وبيع منتج عند مستوى 20,000 وحدة شهرية. بينتج منتج عند مستوى 20، بيصنع ويبيع منتج عند مستوى 20,000 وحدة شهرية. ولإليك البيانات التالية عن تكلفة الوحدة من المنتج ده. مواد مباشرة 1 ريال، أجور مباشرة 1.2 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 8 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 5 ريال، تكاليف بيعية أخرى ومتغير 1.5 ريال وثابت 9 ريال، ويبلغ سعر البيع 6 ريال لكل واحدة. بيقول لي إذا ظهر مخزون في آخر الفترة في قائمة المركز المالي 1,000 وحدة، عندي مخزون 1,000 وحدة، ما هي التكلفة التي يجب أن تستخدم للوحدة الواحدة في 3 حالات؟ 1، لو الهدف هو تحديد تكلفة الوحدة بغرض تحديد إجمالي تكلفة المخزون في قائمة المركز المالي، يعني أنا عايز أطلع تكلفة الوحدة علشان اعرف المخزون اللي في قائمة المركز المالي تكلفته كام. بقول له تكلفة الوحدة في الحالة دي، طالما انت عايز المخزون تكلفة المخزون اللي في المركز المالي، اقول له اذا تكلفة الوحدة عبارة عن كل عناصر التكلفة الصناعية، كل عناصر التكلفة الصناعية اللي هي المواد المباشرة 1 ريال، والاجور 1.2، والتكاليف غير المباشرة المتغيرة 8، والتكاليف الثابتة 0.5، الإجمالي 3.5 ريال. يبقى بغرض أو بهدف تحديد تكلفة الوحدة علشان تظهر في قائمة المركز المالي كمخزون، يبقى كل التكاليف اللي عندي اللي هي عبارة عن 3.5 ريال، يبقى إجمالي تكلفة المخزون اللي هيظهر في قائمة المركز المالي عبارة عن 1,000 وحدة ضرب 3.5 بتساوي 3500. طب لو كان الهدف المفاضلة ما بين الشراء أم الصنع، لو كان الهدف المفاضلة ما بين الشراء أم الصنع، في الحالة دي يبقى تكلفة الوحدة هي التكلفة المتغيرة فقط، اللي هي الريال المواد والأجور 1.1 والتكاليف المتغيرة 8، يبقى 3 ريال. يبقى لو انت عايز تفاضل ما بين الشراء او الصنع ما احسبش تكلفة بيعية، نعم بحسب تكلفة الوحدة. لا امتى احسبها؟ اقول دلوقتي. يبقى لو كنت هفاضل ما بين الشراء او الصنع، يبقى في الحالة دي باخد التكاليف التصنيعية المتغيرة. لو كان هدفي تحديد تكلفة الوحدة بغرض قبول او رفض طلب خاص، لو الهدف تحديد تكلفة الوحدة بفرض وقبول أو رفض طلب خاص، أقول له هيبقى عبارة عن التكاليف الصناعية المتغيرة زائد التكاليف البيعية المتغيرة،
يبقى 1 زائد 1.2 زائد 8، دي التكاليف المتغيرة اللي هي المفروض 3، أضيف عليها التكاليف البيعية المتغيرة يبقى 4.5. يبقى كأني بقول له دلوقتي، كأني بقول له لو أنت عايز التكلفة علشان تظهرها في قائمة المركز المالي الوحدة ب3.5، ولو أنت عايزها علشان تفاضل بين الشراء والصنع الوحدة ب3، ولو أنت عايزها عشان تفاضل أو تفاضل ما بين تقبل العرض الخاص ولا ترفضه يبقى تكلفة الوحدة 4.5. الجزء اللي جاي برضه من أهم الأجزاء اللي موجودة عندنا في المقرر، وهو الجزء الخاص بالموازنات. الجزء الخاص بالموازنات، الموازنة هي عبارة عن أداة علمية وعملية في نفس الوقت، عبارة عن خطة محددة مقدمة عشان أحدد اللي أنا بأرغب في تنفيذه في المستقبل، أنا عايز إيه في المستقبل. يبقى الموازنة بصفة عامة، الموازنة بصفة عامة عبارة عن تقدير لبنود معينة في المستقبل، وغالبا بتكون تقدير لإيرادات وتكاليف متوقعة في المستقبل. معنى كده ان انا ممكن استنتج بعض الخصائص للموازنة. الموازنة هي اداة علمية وعملية، يعني معناها لها اجراءات محددة علميا، واللي لازم يتنبأ ببنود الموازنة شخص مؤهل ولديه الخبرة الكافية وبيستخدم المؤشرات العلمية في تقدير الموازنة. 2، الموازنة الطبيعي بتاعها ان هي بتحقق توازن وتنسيق بين المدخلات والمخرجات. ما اقدرش اتوقع ان انا هنتج الشهر اللي جاي 100,000 وحدة وانا ما عنديش طاقة تنتج لي غير 10,000. طب هنتج 100,000 ازاي؟ يبقى لازم يكون في تنسيق ما بين الجهات المختلفة. 3، الموازنة مرتبطة بالمستقبل. الموازنة مرتبطة بالمستقبل. 4، الموازنة ليست حكر على نشاط معين. الموازنة ليست حكر على، يعني معناها جميع الأنشطة اللي موجودة في الشركة بتعمل حاجة اسمها موازنة. يبقى جميع الأنشطة في الشركة بتعمل حاجة اسمها موازنة. وبالتالي الموازنة دي طالما مرتبطة المستقبل قد تكون في المستقبل قصير الأجل أو المستقبل طويل الأجل. لو الموازنة خاصة بالسنة القادمة أو فترة أقل من سنة بنقول عليها موازنة تشغيلية. لو مرتبطة بفترة أكتر من سنة بنقول عليها موازنة رأسمالية. بنقول عليها موازنة رأسمالية. وظائف الموازنة تستخدم الموازنة كأحد أدوات التخطيط. معنى كده إن التخطيط عبارة عن إعداد مسبق لما يجب عمله في المستقبل. وبالتالي لما أجي أشتغل وفقا للموازنة يبقى أنا بخطط الشهر اللي جاي هيحتاج مواد قد إيه، هبيع قد إيه، هحتاج أدفع أجور قد إيه، قد إيه تكاليفي الغير مباشرة، كل ما يتعلق بالمستقبل ببدأ إن أنا أحدده. 2، الموازنة أداة للرقابة، لأن الموازنة هي عبارة عن توقع لما سيحدث في المستقبل. طيب لما أجي بقى بعد كده آخد الموازنة وأقارنها بالإنتاج الفعلي، يعني أنا متوقع الشهر اللي جاي أنتج 5,000 وحدة. طيب بعد كده أبدأ أشوف بقى الإنتاج الفعلي قد إيه؟ 5,000 وحدة ولا أكبر ولا أقل؟ لو لقيتها أكبر أو أقل معناها إن في انحراف، قد يكون انحراف موجب وقد يكون انحراف سالب. قد يكون الانحراف موجب وقد يكون الانحراف سالب. يبقى الموازنة هي أحد أدوات الرقابة، وبالتالي بستخدمها
في مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط أو الأداء في الموازنة. الموازنة بالمشاركة، يعني معناها يجب أن تقوم جميع المستويات الإدارية بالاشتراك في إعداد الموازنة. جميع المستويات الإدارية تشترك في إعداد الموازنة. يعني معنى كده إن الموازنة ديت مش حكر على قسم معين ولا بقية الأقسام، لا، ده لازم جميع الأقسام تقوم بإعداد الموازنات عشان يبقى فيه تنسيق وتوازن بين الأقسام. أنواع الموازنات بصفة عامة، أنواع الموازنات في عندي حسب الأفق الزمني في موازنة تشغيلية وفي موازنة رأسمالية. الموازنة التشغيلية هدفها إن أنا إزاي أحقق أكبر استفادة من الوضع الموجود حاليا. أما الموازنة الرأسمالية بهدفها إزاي إن أنا أزود الطاقة الرأسمالية، الطاقة الإنتاجية في المستقبل. التخطيط، التخطيط في الموازنة التشغيلية بنقول عليه تخطيط قصير الأجل، بيكون سنة أو أقل من سنة. أما الموازنة الرأسمالية التخطيط فيها طويل الأجل. الإعداد أو الطرق اللي هو الأنواع المستخدمة في الموازنة، الموازنة التشغيلية تهتم بالتنبؤ بحجم المبيعات، حجم المخزون، برامج الإنتاج ومستلزمات الإنتاج، كلها أجل قصير. أما الموازنة الرأسمالية هي بتبحث عن فرص الاستثمار وتقيم البدائل إزاي، ويبدأ يقول له والله المنتج ده علشان إن أنا أنتجه لازم نشوف واحد فترة الاسترداد قد إيه، يعني فلوسي هترجع لي بعد قد إيه. اتنين لازم نشوف والله أنا بالنسبة لي اللي كموازنة لازم أشوف والله الموازنة دي هستفيد منها قد إيه، وبناء عليها موازنة رأسمالية يبقى اللي هتحقق لي عائد الفترة اللي جاية قد إيه، وهكذا. دي كلها نقول عليها تقييم البدائل الاستثمارية. طيب أسس ومقومات إعداد الموازنة، يعني الأساسيات بتاع الموازنة الرأسمالية. نعم طولت العجل. واحد الشمول، الشمول يعني معناها إيه؟ معناها جميع فروع النشاط، جميع الأقسام، جميع الإدارات لازم تكون مشمولة بالموازنة العامة، وبناء عليه يتم إعداد الموازنة حسب اللي هي الطلبات أو التوقعات اللي موجودة. اثنين وحدة الموازنة، يعني لازم تكون الموازنة في شكلها النهائي سلسلة من الخطط الفرعية والتفصيلية اللي بتكمل بعض، وفي الآخر بيتم تحقيق الهدف بتاع الموازنة. الهدف من الموازنة الرأسمالية ازاي ازود الطاقة الانتاجية اللي عندي، ازاي افاضل بين شراء الآلة سين والآلة صاد، المشروع ألف والمشروع باء. يبقى المفاضلات دي كلها بتساعدني في الموازنة الرأسمالية. البيانات بتاعة الموازنة تعتبر بيانات تقديرية، يجب الربط ما بين تقديرات الموازنة ومراكز المسؤولية. يعني معناها لازم الشركة يكون عندها مجموعة من مراكز المسؤولية. المراكز دي اللي بتكون نشاط الشركة بصفة عامة أو الهيكل التنظيمي للشركة، وبالتالي أقدر أحاسبهم على كل خطأ وقعوا فيه خلال الفترة. يجب التعبير عن الموازنة في شكلها النهائي بصورة مالية. يعني ما اقدرش اقول والله انا عايز انتج اكبر قدر من الانتاج، لا، انتج بكام، ابيع بكام، ما قد ايه مخزون. يبقى الشغل كله هو عبارة عن نقدية، وبالتالي لازم احول الموازنة من صورة كمية الى صورة نقدية. ديت النقاط الأساسية اللي موجودة في الجزء الخاص في المحاضرة 17 والمحاضرة 18. إن شاء الله نبدأ المرة اللي جاية في المحاضرة رقم 19 الجزء العملي بقى على الموازنات، وناخد مع بعض حالات عملية على الموازنات. جزاكم الله كل خير جميعا، نراكم على خير بإذن الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.